جميعا. بيسعدني يعني أن ألتقي بكم، كنت أود أن أكون معكم يعني بشكل مباشر في هذا اللقاء، ولكن للأسف الشديد يعني أنا يعني لم أستطع أن أسافر يعني للأسباب التي تعرفونها جميعا. أننا موجودون في غزة، فالسفر صعب بالنسبة لنا إن لم يكن يعني مستحيل بالنسبة للكثيرين الكثيرين الكثيرين، وليس قصة إنه المعبر مفتوح يعني هذه بدها فحص كثير يعني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمجتمع المدني، حقيقة أنا كنت حابب إنه أن تكون الورقة في البداية عن مفهوم المجتمع المدني في الحالة الفلسطينية كتأصيل نظري، لكن الإخوة في مؤسسة رؤية رأوا إنه لا يعني خلينا نحكي عن المجتمع المدني في قطاع غزة، وأنا استجبت لرغبتهم للحديث عن المجتمع المدني في قطاع غزة. لكن بدأت بمقدمة نظرية بسيطة، لأنه دخول مفهوم المجتمع المدني وآليات وأدوات المجتمع المدني، طبعا يعني مجتمع مدني بين قوسين، لأنه حقيقة هل ما يقال عنه مجتمع مدني هو مجتمع مدني أم غير مجتمع؟ أنا بالنسبة إلي المسألة ملتبسة بشكل كثير كبير جدا. تحدث الدكتور أيمن في ورقته عن التعريفات، يعني هو الدولة المجتمع المدني عند هوبس، ولا هو نقيض الدولة والذي يجب أن يسعى لمواجهة هيمنة الدولة كما هو عند جرامشي، ولا هو الحيز الفاصل أو الحيز القائم بين العائلة وبين مؤسسات الدولة كما يطرح هيجل؟ هل يتطلب وجود دولة أم لا يتطلب وجود دولة؟ يعني نقاشات كثيرة. إحنا بالأخير إجا عندنا المجتمع المدني هو مجموعة هذه المؤسسات يعني يعني غير الحكومية. أنا أود أن يعني أركز على مسألة أن المجتمع المدني ليس شيئا واحدا. في التعريفات النظرية هو متعدد وكثير وفق السياقات التي قيلت فيها التنظيرات الفكرية، وأيضا في التجارب التاريخية الغربية ومر بمراحل. يعني في المرحلة الأولى مرحلة الثورة الصناعية عندما تفككت البنية العمودية للمجتمعات ونشأت البنية الأفقية أو التشكيلات الأفقية، النقابات ومؤسسات غير حكومية والأحزاب وما إلى ذلك، هذه كانت مرحلة ونشأ المجتمع المدني فيها خلال الصراع بين المكونات المدينية في الدول الأوروبية وبين الجهات المهيمنة على الدولة، وهي على وجه التحديد القوى الرأسمالية المهيمنة على الصناعة وعلى أيضا البرلمانات والحياة السياسية في ذلك الوقت. المرحلة الثانية كانت ستينيات القرن الماضي، القرن العشرين، حيث ظهرت حركات الشبابية والحركات النسائية وأنصار البيئة وغيرهم، واجهوا بيروقراطية السلطة وواجهوا أيضا قوى السوق المندفعة نحو الربح. كانت هذه مرحلة ثانية ظهر فيها مصطلح المجتمع المدني. المرحلة الثالثة كانت ظهور المجتمع المدني، حصل في مرحلة الثورات أو ما حصل في شرق أوروبا لحظة ثورات، أو في محاولة الجهات الغربية دعم الجهود المعارضة للدول في أوروبا الشرقية، وحاولت تأطير نضالها في مصطلح المجتمع المدني. وإن كان المجتمع المدني في تلك اللحظة، وبالذات يمكن تجربة بولندا تعتبر تجربة نموذج في تلك المرحلة، إنه النقابات كان لها دور أكبر من المؤسسات غير الحكومية، والكنيسة أيضا كان لها دور وكانت ضمن موضوع أو تعريف المجتمع المدني. نحن مشكلتنا الرئيسية فيما يتعلق بتعاملنا مع مفهوم المجتمع المدني وغيره من الأمور
أننا لا نبذل جهدا فكريا لا في تأسيس لحظة انطلاق أنشطتنا وفعالياتنا، ولا حتى كمان في لحظة تقييمها بعد بروز الكثير من الإشكاليات. وهذه يمكن هي إحدى أهم التوصيات التي أريد أن أخلص لها، لأنه يعني في مناطق السلطة الفلسطينية الضفة وغزة، السلطة الموجودة يوجد فراغات كثيرة لا تستطيع أن تملأها، يوجد مساحات واسعة لا أحد يعمل فيها. يعني مثلا السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا أريد أن أكثر الحديث هناك، موضوع الاستيطان الذي الشرس الذي نهب خيرات الوطن في تلك البقعة من الأرض لا تستطيع السلطة أن تواجهها. في غزة مشكلة الفقر الواسعة والبطالة المنتشرة لا تستطيع السلطة أيضا القائمة في غزة أن تواجه هذه يعني المعضلة الكبيرة والكبيرة جدا والضاغطة. هنالك مساحات، الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى من يملأها، وبالتالي التفكير في تطوير في يعني في إعادة تشكيل، لأنه ومفهوم المجتمع المدني وفي من وجهة نظري في أحد تعريفاته هو إعادة الناس لتشكيل واقعهم، أو إعادة بناء تشكيلات جديدة في واقعهم تقتضيها الحاجة وتقتضيها المصلحة ويقتضيها النضال من أجل استمرار الوجود والحفاظ عليه وتحقيق الأمن وتحقيق التنمية وتحقيق الاستقلال وما إلى ذلك من جهود. هذه النقطة الأولى التي المحور الأول من ورقتي. المحور الثاني المتعلق ب يعني موضوع المجتمع المدني في مرحلة تحت الاحتلال الإسرائيلي. قبل أن أتحدث أريد أن بعجالة بسيطة وأنا ذكرها في البحث أيضا، إنه التكوين الأساسي في المجتمع الفلسطيني اللي انطلق اللي هو الطبيعي التقليدي اللي كان موجود كان هو البنية العائلية في فترة والتحالفات القائمة في إطار العائلات، سواء كانت عائلات فلاحية أو عائلات بدوية. في والمجتمع المديني كان مجتمعا صغيرا ومحدودا في العهد العثماني. بدأت تظهر الجمعيات في نهاية العهد العثماني، مرحلة التنظيمات العثمانية، وما تطورت إليه الأمور حتى آخر العهد العثماني في فلسطين، بدأت تنشأ الجمعيات ولكنها كانت جمعيات قليلة وبسيطة ومحدودة. وتحت الاحتلال البريطاني أيضا تطورت بعض الجمعيات، يمكن أشهرها كان الجمعيات الإسلامية المسيحية وغيرها من الجمعيات سواء نسائية أو ثقافية مختلفة. في الفترة من 48 إلى 67 أيضا جمعيات بسيطة. لعند النكبة التشكيل العائلي كان هو التشكيل الأساسي في واللي بيلعب الدور الاقتصادي والدور الاجتماعي والدور السياسي أيضا في المجتمع الفلسطيني. طبعا بعد النكبة تراجع الدور العائلي بشكل كبير جدا، وبدأت تظهر التيارات القومية. يمكن إحنا في غزة عندنا كان التيار القومي موجود والتيار الشيوعي والتيار الإسلامي كانوا حاضرين بالخمسينات بقوة، والمؤسسات كتيارات فكرية سياسية موجودة، الجمعيات كانت قليلة ومحدودة في ذلك الوقت. بعد الاحتلال الإسرائيلي، طبعا الاحتلال الإسرائيلي 67 أنا أستطيع أن ألخص سياسته يعني الرئيسية في غزة وفي الضفة أيضا، ربما في غزة كانت بشكل أكثر يعني، لكنها كانت في غزة والضفة موجودة، اللي هو إثراء الفرد وإفقار المجتمع أو إفقار الوطن. بمعنى الناس بتشتغل، الأفراد بيشتغلوا في الاقتصاد الإسرائيلي بينما مرافقهم الاقتصادية وبيحصلوا على أجور مرتفعة نسبيا، بينما مرافقهم الاقتصادية الأساسية سواء مزارعهم حقولهم بياراتهم. الصوت بس انقطع. كل هذا كان يتقلص ويجفف بشكل كبير
جدا، وغير انه لاحق في المقاومه، وغير انه ايضا حاول ان يبذل يعني هيمنه ثقافيه. لكن رغم ذلك تاسست في المجتمع الفلسطيني بعض المؤسسات في قطاع غزه، بعض المؤسسات الخيريه كنا نسميها، وكان يطلق عليها المؤسسات الخيريه، لم يكن مصطلح المجتمع المدني موجودا، او كان حتى البعض يقول عنها الجمعيات العثمانيه. وهذه اشتغلت في مجموعه من او في عدد من المحاور، في خدمات اغاثه، في انديه رياضيه كانت موجوده وفي لها حركه واضحه وكويسه، بعض الجمعيات كانت تلعب ادوار ثقافيه ايضا كانت موجوده، اضافه الى الجمعيات النقابيه. الجمعيات النقابيه الثلاثه التي اسست في قطاع غزه، المحامين والاطباء والمهندسين، حقيقه كانت يعني لعبت دور، طبعا هي لم تلعب دورا نقابيا لانه هي كانت جمعيات ولا توجد لديها هيمنه او تدخل في المساحات النقابيه، كان دورها وطني بشكل اساسي، وكانت ايضا ساحه من ساحات العمل الديمقراطي الرائع جدا، مساحه التعاون والتنافس كانت فيها واسعه جدا، مساحات الصراع كانت موجوده ولكنها كانت محدوده للغايه في داخل هذه المؤسسات، لكن في جوانب اخرى كانت مساحات الصراع قائمه. واللافت للنظر انه في هذه الجمعيات اللحظات التي كان يحصل فيها صراع بين القوى السياسيه في قطاع غزه في الثمانينات، كانت هذه في بعض الاماكن كانت هذه النقابات او هذه الجمعيات النقابيه تشهد حاله من التعاون، بل خوض نضال مشترك من مجالس اداره دكتور مشتركه علم. من كل نعم يعني هو فاضل فقط يعني يمكن 7 دقائق، ف هل ماشي التركيز على تحولاتنا بعد أوسلو بشكل مباشر؟ أنا آسف. ماشي حاضر حاضر. هو لأنه على فكرة ما قبل أوسلو كتير مهم لكي نعرف. عموما الحركات الطلابية كانت فاعلة بشكل كتير كبير، المساجد كتشكيلات غير رسمية أيضا كانت فاعلة بشكل كبير جدا، الحارات، مفهوم الحارة وفرق الحواري، الفرق الرياضية في الحواري كانت فاعلة وبشكل كثير كبير، العائلات أيضا كانت فاعلة وكان لها دور إيجابي في المجتمع الفلسطيني بالذات فيما يتعلق بالصلح، يعني إصلاح ذات البين بين الناس في الكثير من المشاكل. فيما يتعلق بمرحلة السلطة، مرحلة السلطة حقيقة أنه يعني مثلا في المرحلة الأولى برز بشكل كبير جدا تعزيز التشكيلات الإرثية في المرحلة الأولى، وكان أبو عمار هدفه من تعزيز التشكيلات الإرثية بالذات العائلات اللي هو إضعاف قوة الفصائل السياسية وإظهار تأييد للحالة الجديدة القائمة، حالة السلطة القائمة. يمكن مرحلة انتخابات 96 وكثرة الإقبال على المشاركة فيها كان أحد يعني المحطات الرئيسية في ظهور الحضور العائلي بشكل كبير، إضافة إلى أنه برزت يعني أشياء سلبية، خلافات واقتتال مسلح بين العائلات أحيانا، وحين استخدمت العائلات لمناصرة هذا الفريق في السلطة أو ذاك. لأن الجمعيات النقابية في إطار في لحظة السلطة، قبل السلطة كانت فاعلة وحيوية بشكل كبير جدا، لكن في لحظة السلطة بالذات في البدايات حصلت هيمنة كبيرة من قبل السلطة عبر الوظائف وعبر التمويل وعبر القيود التي، وتراجع دور النقابات بشكل كبير. في بداية السلطة كان الانتخابات النقابية في السنة الأولى والثانية هي كانت معيار لمدى شرعية التوجه السياسي للسلطة أو التوجه السياسي للمعارضة، لكن بعد ذلك تم الهيمنة على وتراجعت الجمعيات النقابية بشكل كبير جدا. بالنسبة للجمعيات اللي بتشتغل في الخدمات في الإغاثة، ازدهرت في المراحل الأولى للسلطة وتوسعت بشكل كبير جدا لأنه كان في تمويل موجود استفادت منه هذه المؤسسات.
الحركة الطلابية قبل السلطة كانت نشطة جدا وكانت واجهة مهمة للعمل الوطني والعمل النقابي أيضا، لكن في مرحلة السلطة تراجع دورها الوطني بشكل كبير، ويعني مثلا الشبيبة كان كثير من كوادرها موظفين في السلطة، والكتلة الإسلامية في مراحل السلطة الأولى يعني لعند سنة 2000 كان كثير من قياداتها يكون ملاحق، بالتالي الدور الوطني تراجع ولم يجري إعادة تعريف لدور النقابي للكتل الطلابية. المؤسسات النسوية، طبعا هذا مصطلح المؤسسات النسوية لم يكن قائما في قطاع غزة، كان في مؤسسات نسائية، اتحاد النسائي، جمعية الشابات المسلمات، ويعني ربما مؤسسة أو تنتين أخريات تعمل في إطار المفهوم يعني ممكن أن نسميه التقليدي في المجتمع الفلسطيني. المؤسسات النسوية برزت طبعا في نهايات الانتفاضة الأولى، ومع وجود السلطة ومع التمويل اللي موجود بدأت يعني تعمل. وأيضا مؤسسات حقوق الإنسان برزت، طبعا كان العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان وبين السلطة يعني علاقة حدية في المرحلة الأولى، لأنه مؤسسات حقوق الإنسان يعني وجهت انتقادات للسلطة. بعد عام 2000 مؤسسات حقوق الإنسان وبقية المجتمع حدث تراخي لقبضة السلطة، وحدث خلافات في داخل مؤسسة السلطة حول يعني السياسات التي يجب اتباعها مع المجتمع، وهذا معروف. فمثلا برزت لجنة القوى الوطنية والإسلامية صحي في غزة بالضفة، بس كانت تعبير عن عودة حضور المجتمع بشكل أكبر، وهذا الجو استفادت منه يعني المؤسسات يعني أغلبها، سواء مؤسسات حقوق الإنسان بذاتها دخلت على خط توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى. بالنسبة للفترة من عام 2007 ل 2022، أنا بسرعة يبدو أنا الوقت في البداية أدركني شوية، بأتحدث بسرعة الآن. عموما في المرحلة حضرتك والله عملت اللي علي يعني. نعم أنا ذكرت حضرتك بالوقت يعني أكيد كويس. قديش ضايل لي الآن؟ منيح؟ الآن ضايل لي ممكن دقيقتين، ممكن نخليهم ثلاثة. حاضر ماشي الحال. عموما عام 2000 من 2007 ل 2022 اللي هي فترة يعني الحرجة والتي تدير فيها حركة حماس قطاع غزة، ويواجه فيها قطاع غزة الحصار والعقوبات، ويعني الحصار الخانق طبعا والعقوبات، يعني الحركة الطلابية بقيت في تراجعها. السبب الرئيسي في تراجع الحركة الطلابية أو الأسباب الرئيسية الأول أنه لم يعد تعريف لم يعاد تعريف الدور النقابي للحركات الطلابية. السبب الثاني غياب التنافس بسبب الفيتو الفتحاوي على إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة. الجامعة الإسلامية عندنا التي أعمل فيها في كل عام تعلن عن الانتخابات، لا يتقدم الانتخابات إلى الكتلة الإسلامية فتفوز بالتزكية، فهناك فيتو فتحاوي، بقية الجامعات لا تعلن عن انتخابات عندنا في قطاع غزة. حتى العمل النقابي أيضا عندنا في قطاع غزة كل النقابات لا يجري فيها يعني ما فيش فيها انتخابات إلا نقابة واحدة هي نقابة المحامين، طبعا لأنه حركة فتح يعني تشارك في هذه الانتخابات، طبعا بتتجري الانتخابات، لكن في المهندسين في غيره لا تجري الانتخاب بسبب الفيتو الفتحاوي. في المرة الأخيرة نقابة المهندسين في الأشهر الأخيرة أجرت انتخابات قاطعتها حركة فتح، لكن الفصائل جبهة الشعبية والديمقراطية وحماس والجهاد يعني عملوا نوع من الائتلاف والتحالف، وهذه مشكلة النقابات عندنا في غزة. المؤسسات النسوية طبعا تشتغل على أنا لدي نقد للمؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق الإنسان بشكل عام، أنه إحنا مجتمع يعيش تحت الاحتلال. الخطاب الموجود من مؤسسات حقوق الإنسان أو المؤسسات النسوية هو خطاب حقوق أفراد، لذلك لابد أن نطور هذا الخطاب بحيث طبعا
أنا مش ضد إنه كل واحد يتبنى ما يريد، ولكن الاقتصار على جانب معين أو عزله عن بقية السياق، هذه هي نقطة الخلاف. باختصار ثلاث نقاط رئيسية، باختصار بدقيقة واحدة، باختصار المؤسسات الرسمية سواء تعمل في التنمية ولا بالخدمات للمجتمع المدني تعيش حالة من الجمود بسبب أولويات الممولين وبسبب تقليص وتجفيف الدعم الموجه لقطاع غزة، وبسبب أيضا يعني أو ارتهان أو بلاش أقول ارتهان، بسبب أنه هذه المؤسسات مرتبطة بما يأتيها من تمويل وأولويات الممولين. العمل النقابي لا زال أيضا مشكلة وفي حالة تراجع، لأنه مرتبط بالقوى السياسية باتفاقهم وباختلافهم، لكن المجتمع التقليدي الإرثي يشهد حالة من الحيوية والحراك. مثلا أضرب مجموعة من المؤشرات على ذلك. المؤشر الأول في الحروب التي قامت، برز دور للناس في استيعاب بعضهم بشكل طوعي اختياري عجيب جدا، وبحاجة إلى دراسات عميقة لكي تظهر وتستكشف هذه الإمكانيات الكامنة في المجتمع الفلسطيني. أيضا الحالات التي عجزت فيها السلطة المركزية في غزة والسلطة المحلية عن مواجهة بعض الأخطار، مثل حريق حصل قبل عامين في انصيرات، في سوق انصيرات، قام الناس الأهالي بإطفائه. العائلات بدأت تعمل تجمعات منتخبة لقيادات منتخبة، منها بعضها لعب دور إيجابي في الإغاثة وفي إصلاح الحالات القائمة، إصلاح المشاكل القائمة بين الناس. شكرا. وبعضها ساهم في التصدي جزيلا مثلا لمحاولة سلطة الأراضي في منطقة المواصي، وبعضها لعب دورا حاول أن يلعب دورا سلبيا في موضوع الثأر، لكن هذا لم يكمل. شكرا جزيلا دكتور.